استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم الدكتور أمابيلا جيلوس مبعوث فخامة رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. خلال اللقاء نقل الدكتور أمابيلا جيلوس إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس رودريغو رودوتري رئيس جمهورية الفلبين الصديقة، فيما كلفه سموه بنقل تحياته إلى فخامة رئيس الفلبين وتمنيات سموه لجمهورية الفلبين ولشعبها الصديق بدوام النهضة والتقدم. وأكد سموه أن العلاقات البحرينية الفلبينية تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات، بما يجسد أواصر الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين الصديقين، ويعكس عمق ما يربط بين قيادتي وشعبي البلدين من علاقات متميزة. ونوه سموه إلى حرص مملكة البحرين على توسيع جوانب التعاون مع جمهورية الفلبين الصديقة وتنميتها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء عليها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة. واستذكر سموه الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس رودريغو دويتري رئيس جمهورية الفلبين الصديقة إلى مملكة البحرين في أبريل الماضي، وما شهدته من مباحثات ومذكرات تفاهم تعزز من التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين. ودعا سموه إلى تكثيف الزيارات بين المسؤولين في البلدين من أجل الارتقاء بالتعاون المشترك وفتح مجالات جديدة في شتى القطاعات بما يعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين. من جانبه توجه مبعوث رئيس جمهورية الفلبين بخالص الشكر والامتنان والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن بلاده حريصة على تعزيز أوجه التعاون مع مملكة البحرين ارتكازا على ما يربط بينهما من تاريخ طويل من الصداقة والتفاهم، مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في شتى المجالات.